يا بابا يا بابا لك شوفي لفي 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 شوفي ولا هدي هاي هاي قوم من هون ولا قوم روح على بيتك دنيا نار روح تربي هالكسم منا تنتين فول خال زود لنا المرأة إذا في أرجيلة هتلاق نفا والله ما في أرجيلة طبعك بكرة الصبح بننزل على البحصة نشتري الكاميرات والميكروفونات وبدنا نروح نزرعهم ببيت أمه وبعدين منروح على بيت عمتها حكمة وبعدين منروح على معمل هذا البغل صبحي وآخر شي منروح عند ستة المجنونة ماشي وهذا بيت عمتها المسافرة شاربوا شباب يسلموا خالي هذا البيت فاضي ما في حدا أنا رحت شفته وفتشته ايه وبلكي تخبت فيه والله بتعرف كل شيء وارد ها هلا هذا مو مهم المهم اول شيء نخلص الموضوع ونزرع الكاميرات بعدين نروح على بيت عمتها اي صار دخلك بنارة هدول الشباب اللي حاطوا انت للمراقبه يعني ما ممكن يخونونا والله يا صاحبي بهالوقت الاخ عم يخون اخوه هذا الحكي يعني انا ماني مستبعد شيء بس الله العليم انا ما عم اقصر عليهم شيء بنوب يعني عم بكرمهم عم بعطيهم زياده كمان هلا شيء انك كريم كريم يعني يشهد الله فدا بالروح انت بنارة على راسي يا ابعكا مين عم يدق لنا؟ مو انا ايه شو هالحكي؟ يلا يلا جاي لعندكم فورا شو في؟ لقطوا وصال عن جد؟ لك وحياة اللي زرته وين؟ حارات الشام القديمة قوم على السريع بعد يلا قوم